اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018 متضمناً فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي. نتيجة طبعا الناس كلها بتأيده، شعب مصر كله بيأيده. أتمنى منه إن هو يعني يرفع الغلا شوية عن الناس البسطاء. خليك ماشي على نفس النهج اللي أنت ماشي عليه وعلى نفس الطريق وكمل مشروعاتك وكل الشعب المصري وراك. أتمنى بقى إنه يهتم بالتعليم شوية وبالصحة وبأصحاب المعاشات لأنه تعبانين جدا. أنا نزلت النهاردة إن أنا أشارك فرحتي بمصر ونفسي مصر تبقى احسن دوله في الدنيا كلها، ونفسي نقول لسياده الرئيس ان احنا بعد كده عايزين العيشه تبقى كويسه ويبقى امان ويبقى التعليم متوفر والعيشه متوفره للناس كلها. انا نازل وفرحان يعني عشان الشعب المصري كله فرحان، متوقع مستقبل افضل مع السيسي ان شاء الله، والناس كلها فرحانه عشان طبعا السيسي كسب عشان هو حافظ على البلد ديت. انا فرحان بوجود السيسي انه نجح وربنا يجعل مصر بخير وتحيا مصر. بس يا ريت بس يخلي باله من الغلابه. واحد زي حالاتي انا موظف بقبض 1500 جنيه، مرتبات ضعيفه والدنيا تعبانه والدنيا غلا، كل حاجه غلا.